السيدة نجات، استمعتي لمداخلة السيد إيمانويل من باريس، ويعني في معرض ما قاله إن الأوروبيون يريدون أن يدعموا فرنسا في رئاستها هذه للاتحاد الأوروبي، لكن هل سيقتنع الأوروبيون برؤية ماكرون واللي وصفه هو نفسه بالجريئة؟ مساء الخير وأهلاً وسهلاً بكم وبالمشاهدين الكرام. يعني حقيقة ماكرون طموح جدا، خطابه أمس أمام الاتحاد الأوروبي كان خطابا رنانا، وهو يعني الفنان في الخطابات، ولكن الوضع على أرض الواقع أيضا بحسب المراقبين ليس سهل مثلما يتمناه الرئيس ماكرون، بداية من أمر داخلي داخل فرنسا بأن فرنسا ستدخل في الانتخابات الرئاسية والثم البرلمانية منذ شهر مارس القادم، آذار القادم، وذلك سيؤثر على الأداء الفرنسي في الاتحاد الأوروبي، ومن ناحية أخرى بأنه مثلا ما يخص الخطة الأمنية التي يدعو إليها ماكرون، هناك خطط موجودة في الاتحاد الأوروبي لتأسيس قوة ردع أو قوة جيش أوروبي، وهذه الخطط منذ أكثر من 15 عاما ولم تطبق، وعلى الأغلب لن يتم تطبيقها في الفترة القصيرة التي ستتولى فيها فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي. ومن جانب آخر، الوضع الآن في أوروبا يعني اليوم وخلال هذا الأسبوع والأسابيع القادمة متوتر جدا بسبب الأزمة مع أوكرانيا، وهناك تركيز على إيجاد حلول سياسية وعلى الأقل ليست عسكرية في الوقت الحالي في هذا الاتجاه. يعني قد تكون الانتخابات الفرنسية هي ورقة رابحة لماكرون في داخل فرنسا أن تتولى فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي، ولكن على المستوى الأوروبي من غير المتوقع أن تكون هناك إنجازات كبيرة مثل ما يتمنى الرئيس الفرنسي، خاصة في خطابه يوم أمس في البرلمان الأوروبي.